بدأ موسم الصريخ والحبحب الذي يطلق عليه عدة مسميات حسب كل منطقة، وأول مواسمه يجينا من الساحل الذي يتم زراعته على مواسم الأمطار، ويعتبر جح الساحل أو بطيخ الساحل أو حبحب الساحل يعتبر من أجودها طعما وحلاوة، ويسمى حبحب الساحل العثري. وتتميز محافظة الليث وخاصة بمنطقة السويقة بإنتاج هذا النوع الفاخر منه، ويوجد بها أكثر من 4500 مزرعة كلها منتجة، ويزرع الحبحب على طول الساحل من جنوب مكة حتى محافظة الليث بيد أبناء المنطقة، ويتواجد البياع اللي يبيعون بالتفريد بهذا النوع على طول الساحل، ويتم توزيع إنتاج المزارع على جميع مناطق المملكة والخليج، والمنطقة الغربية لها النصيب الأكبر من هذا الإنتاج. اللهم اجعلها عامرة دائم.